الصوره بشكل اكبر اروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي. يا فاروق حمد لله على السلامه، اهلا بيك. تحياتي لك يا امير ولكل مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا فاروق، قول لنا كواليس مران اليوم والجديد عندك بخصوص التدريبات، اتفضل. طب خلينا نبدا يا امير الاول نطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله اللعيبه المصابين، يعني على ذكر اللاعبين اللي انت ذكرتهم. خلينا نطمن جماهير النادي الاهلي على حاله محمود متولي. محمود متولي يعني شارك مع اللعيبه النهارده في اللعيبه اللي كانت لعبت لقاء امس في عمليه الاستشفاء. وخلاص الامر بسيط وان شاء الله هيشارك. الاصابه كانت عباره عن ايه بالظبط يا فاروق برضه عشان تبقى واضحه للناس لان في كلام كتير؟ بص يا امير، هو كان البدايه اجهاد في عضله السمانه وكانت الكدمه البسيطه اللي خدها في الركبه. وكان الامر بسيط جدا يعني اللي طمنا عليه، والنهارده محمود يشارك في المستشفى مع مجموعه اللاعبين اللي لعبت. يعني الحمد لله الامور طبيعيه بالنسبه له؟ لا طبيعيه باذن الله. وغدا هيكون مع الفريق ان شاء الله في المران الجماعي ان شاء الله باذن الله. ايضا يعني النهارده شارك في المران الجماعي وليد سليمان وحسام عاشور و شريف اكرامي وعلي ديانج. برضه نطمن جماهير النادي الاهلي على المجموعه شاركوا النهارده وادوا التقسيمه لنهايه التقسيمه، كانوا يعني مشاركين في المران وفي التقسيمه بصوره جيده جدا. نطمن جماهير النادي الاهلي. وزي ما انت قلت امير، مهم جدا ان انا استعيد في الفتره دي لمجموعه اللعيبه المصابين، خاصه ان انا داخل على مجموعه من المباريات في غايه الاهميه، المقاولون العرب ثم النجم ثم انبي ثم الهلال، مجموعه من المباريات المهمه جدا للنادي الاهلي. ايضا برضه نطمن على رمضان صبحي امير، ان رمضان برضه استكمل البرنامج التاهيلي الخاص برمضان وعمل جلسه في الجيم ثم خرج يعني خد الجري حول الملعب برضه ضمن استكمال البرنامج التاهيلي الموضوع لرمضان صبحي. اللي نقدر نقول خلاص يعني بنسبه كبيره بيتماثل للشفاء ويكون موجود ان شاء الله مع الفريق في التدريبات الجماعيه. يلحق ماتش النجم الساحلي ولا صعب يا فاروق؟ يعني لا هتبقى صعبه شويه يا امير، هتبقى صعبه جدا يعني، لكن في فرص، يعني في فرص ممكن تكون ضعيفه لكن الفرص قائمه يعني. يعني ان شاء الله يعني احنا نتمنى طبعا ان رمضان واحد من الاوراق اللي مهم جدا في مباراه بحجم وقيمه مباراه النجم الساحلي. وجود رمضان طبعا يفرق في مع النادي الاهلي، فامر مهم نتمنى ان شاء الله. يعني انا عايز اقول لك برضه ان الدكتور خالد والجهاز الطبي بيبذل مجهود وجلسات مكثفه، يعني رمضان برنامج التاهيلي وجلسات الجيم ده كل الامور دي كلها والجلسات اللي بيعملها العلاج الطبيعي، الهدف منها ان انا يعني يبقى في سرعه في اعادته للملعب مره اخرى، بيبقى في تكثيف شويه للبرنامج التاهيلي يا امير. كويس. نطمن ايضا زي ما قلنا على وليد سليمان وحسام عاشور واليو ديانج اللي كان برضه اشتكى من اجهاد في السمانه، شارك في المران وفي التقسيمه وكان بصوره اكثر من رائعه. اليو ديانج ان شاء الله يكون واحد من العناصر الموجوده في مباراه المقاولون العرب بمشيئه الله. بالنسبه بقى للمران يا امير، سريعا انت عارف النادي الاهلي انت بتطوي صفحات سريعا طبعا. فريق بعد الفوز على فريق طنطا بنتيجه 5-0 في ظل يعني الاداء الجيد من لاعبي النادي الاهلي اداء ونتيجه. الجهاز الفني النهارده كان حريص مع اللاعبين على ان خلاص سريعا، يعني حتى اللاعبين يا امير يعني خلاص تلاقي العقليه بتاعت لاعبي النادي الاهلي خلاص عارف ان انا بطلع من المباراه بعد انتهاء المباراه الحكم صفر بنفرح في غرف حل الملابس، سريعا بنقفل الصفحه وبنبدا نركز في المرحله المقبله مباراه المقاولين العرب ومباراه النجم. يعني حتى المستر ريني فايلر في كلامه مع اللاعبين والكابتن سيد خلاص احنا عندنا مباراه المقاولون العرب هي مرحله مهمه، خاصه في ظل الاداء الجيد والموسم الرائع لفريق المقاولون العرب مع المدير الفني الكوف الكابتن عماد النحاس. فمستر ريني فايلر يعني حفز اللاعبين وشكر اللعيبه على ادائهم الجيد، وكمان اتكلم في نقطة مهمة جدا المعدل التهديفي اللي في اخر ربع ساعة، اللي يعني دي برضه نقطة كان حريص عليها الكابتن سيد حفيظ وريني فايلر في الكلام مع اللاعبين، المعدل التهديفي اللي كان في اخر ربع ساعة. وان هو ينافس ان انا كفريق بحجم قيمة النادي الاهلي كويس قوي ان انا انهي بالشكل ده. وكويس جدا ان شخصية النادي الاهلي تظهر في البداية وتظهر في النهاية. كويس. لو انت عارف امير شخصيه فريق البطوله بيبقى عندي تعدد شويه في المحاور الهجوميه، فده المهم جدا اللي اشاد بيه مستر ريني فايلر واشاد بمفاتيح اللعب الكتير اللي كانت عند الاهلي في المباراه. فدي مهمه جدا. بيتابع مستر ريني فايلر طبعا مباريات فريق المقاولون العرب، المباراه الاخيره لفريق المقاولون العرب من اجل الوقوف على نقاط القوه والضعف في فريق المقاولون العرب، من اجل يعني ان شاء الله تكون مباراه مهمه للنادي الاهلي وان شاء الله يكمل سلسله الانتصارات. يعني من النقاط برضه مهمه الامير ان مستر ريني فايلر مش مركز شويه مع يعني موضوع الارقام القياسيه. حلو ده مهم. ان انا اكسب الفوز ال 12 او لا، هو مستر ريني فايلر انا عندي كل مباراه بثلاث نقاط، عايز ثلاث نقاط وتركيزي كله على الثلاث نقاط، نكمل مشوار الفريق
فدي من الامور المهمه جدا اللي مستر نيل فايلر بيبقى حريص عليها أكيد. مع اللاعبين. اكيد لغالبيه اللاعبين يا امير بقى فضل. الحاله الفنيه يعني ان شاء الله حاله فنيه جيده جدا لعيبه النادي الاهلي، تركيز لاعب النادي الاهلي على مباراه المقاولون العرب اللي تقدر تقول هتكون بروفا ان شاء الله لمباراه النجم الساحلي، المباراه المهمه ايضا في دوري ابطال افريقيا. يعني دي كانت مجمل الامور اللي كانت موجوده في المران النهارده يا امير. حاله اللعيبه المصابين، حاله فقره الاستشفاء للعيبه اللي شاركت في لقاء الامس، التجهيز لمباراه المقاولون العرب والنظر ليها ان واحده من اهم المحطات طبعا من فريق مقاولون العرب، تعتبر الفريق اللي بينافسك على طبعا الفريق. طبعا هو اللي بينافسك المرحله الحاليه طبعا. بالظبط يعني تعتبر مباراه قمه. بالظبط اكيد. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، واللي قال لنا كل الاخبار اللي بتتعلق بمران الفريق اليوم استعدادا لمواجهه المقاولين العرب باذن الله يوم الاحد القادم.